مساء الجمال عليكم وعلى كل متابعي برنامج الجريء والجميله في كل مكان. النهارده السيزون ده مختلف شويه عن اي سيزون. مبدئيا كده انا غيرت المذيعتين اللي كانوا معايا السيزون اللي فات وجبنا ياسمين علي وكريمه مجدي. ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا كريمه؟ انا تمام محمد، ازيك؟ الاخبار؟ الحمد لله. ان شاء الله باذن الله الحلقه دي تكون قويه. احنا هنتكلم النهارده عن الجمال وعن الميك اب، ومعانا هايدي زينهم خبير التجميل. ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه يا ياسمين؟ ازيك يا هايدي، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ ايه عايزاكي بقى تقولي لنا ازاي بداتي ده حب هوايه في الميك اب، بداتي امتى؟ يعني احكي لنا شويه. انا طول عمري بحب الالوان وبحب الميك اب والحاجات دي. تمام. والفاشن والحاجات دي. بدات الاول بقصص تلوين وقصص للاطفال يعني وكده، ده في ايام الثانوي. وبعدين بقى لما دخلت الكلية الموضوع اتطور معايا، وبعدين خدت كورسات ميك اب وبدأت اشتغل بقى وانا في تانية كلية كده. الحمد لله يعني. بس تمام. ازيك يا هايدي، عاملة ايه؟ على مصر الحمد لله. كنت عايز اسألك ايه بقى الطريقة لو في بنات عيونها ضيقة، ايه الكحل اللي يحطوه علشان عيونها تبقى واسعة؟ هو معروف ان الكحل الابيض هو او البيج هو اللي بيوسع العين، والكحل الاسود هو يعني بيرسم العين و بيظبطها شويه. تمام. في طريقه معينه ان احنا نحط بيها الكونسيلر حوالين العين؟ الكونسيلر بيتحط الاول، بنبدا من مدمع العين وبنرجع بيه لورا، والمفروض ما نرجعش بيه تاني، ويفضل ان احنا نعمله الاول بصباعنا يعني، وبعدين نعمل بالاسبونج. طيب يا هدي، دلوقتي احنا عندنا ثلاث انواع من الميك اب صح؟ عندنا ميك اب اللي بتحطوه البنات الصور اللي لابسين صوري، وعندنا الفرح، وعندنا الكاجوال عادي صح كده؟ تمام. في انواع تانية انت ممكن تضيفيها؟ هو ميك اب سواري وميك اب خطوبه وميك اب زفاف. ايه الفرق بينهم بقى؟ ميك اب السواري طبعا بيكون اللوك بتاعه هادي، والماتيريال طبعا بتكون بسيطه جدا. ميك اب الخطوبه بيكون يعني هو بين الزفاف وما بين السواري. ميك اب الزفاف بقى بيكون ده يعني ميك اب كامل، والمفروض ان العروسه بتكون مختلفه يوم فرحها، فبنحط بقى ماتيريال عاليه، واللوك طبعا بيكون ظاهر عشان المفروض العروسه تكون ظاهره يوم فرحها يعني. في عروسه بتيجي تقول لك انا عايزه ميك اب معين تحطه لي؟ كتير. وساعات كمان بيكون يعني ازواجهم هم اللي بيتحكموا في الموضوع ده، ما بيكونوش مثلا عاوزين رموش تقيله، مش عاوزين لوكات تقيله، دايما عايزين حاجات بسيطه وهاديه. انت بقى بتعملي ايه بقى لما يجي يقول لك؟ طبعا لازم ابسطهم، لان ما ينفعش عروسه تكون عايزه حاجه وانا ازعلها يوم فرحها. فبعمل حاجات طبعا يعني اللي هم عايزينه، وبحاول بقدر الامكان اطلعها حلوه وفي نفس الوقت بسيطه يعني. انت يا كريمه لو يوم فرحك هتحبي الميك اب اللي تختار لك الميك اب ولا انت اللي تختاريه؟ احب انا اللي اختاره، وبرده ما فيش مشكله لو هي عندها يعني خبره وتعرف تعمل ميك اب هي اللي تعمل لي، برده ما فيش اي مشكله. انت يا ياسمين؟ انا هبقى طبعا كل بنت تبقى ليها لوك في دماغها معين، بس طبعا الميك اب ارتست بتبقى شايفه ايه اللي لايق على الوش اكتر. يعني هي ممكن تقول انا عايزه لوك معين، بس مثلا اللوك ده مش هيليق عليها او مش هيناسب وشها، في الساعه دي ما اقدرش اعمل لها اللي هي عاوزاه يعني، فبضطر اعمل اللي انا شايفاه وبس. طيب. إيه ازاي بنصغر الشفايف؟ لازم كونتور ولا ينفع بالروج؟ هو طبعا بنعمل بالكونتور الاول، بس في طريقه تانية. لا هنعمل الطريقه دي بس في اخر الحلقه، خلينا نعملها عملي في اخر الحلقه. طب انا كنت عايزه اسالك، هو لسه التحديد بتاع الشفايف موضه لحد دلوقتي ولا خلاص؟ لا خلاص انتهى. خلاص انتهى. انتهى من زمان. طب انت ايه رايك في الناس اللي بتحط بودره مائيه؟ هي اصلا مؤذيه للبشره جدا. طب ايه اللي بيسبب بقى جفاف البشره؟ يعني الاساس في ان البشره تبقى جافه؟ طبعا قله شرب الميه. الميه اصلا مفيده لجسمنا جدا ولبشرتنا اول حاجه، ولازم نرطب بشرتنا على طول ونعمل ماسكات لترطيب بشرتنا عشان البشره ما تبقاش جافه، وكمان الكريم او الفاونديشن بيغير على البشره لو البشره مش مترطبه كويس. تمام. عايزاكي تعرفي البنات ايه هو البرايمر وليه بنحطه قبل الميك اب، وايه الضرر لو احنا ما حطيناهوش قبل الميك اب؟ هو البرايمر ده يعتبر ترطيب للبشره. تمام. وبيقفل برده مسامات البشره. هو ليه فوائد كتير طبعا، لازم نحط قبل الفاونديشن خصوصا، يعني احنا مثلا لو خارجين ومش هنحط فاونديشن مش ضروري ان احنا نحط برايمر، لكن لو هنحط نحط فاونديشن لازم نحط البرايمر. طب لو مثلا هتحط حاجه سامبل الصبح ورايحه الجامعه رايحه مشوار، لازم تحط برايمر؟ لو هتحط فاونديشن هتحط برايمر، واهم حاجه واحنا خارجين الصبح السان بلوك عشان الشمس مضره للبشره والكلام ده.
طب ايه الاخطاء اللي البنت بتعملها وهي بتحط الميك اب اللي بتقع فيها؟ ممكن مثلا واحده تكون عينيها مثلا ضيقه ومصممه انها تحط اي لاينر، يعني هو مش لازم يعني بيصغر العين. طبعا وفي حركه بتنرفزني جدا اللي هو تكبير الشفايف. انا ما بحبش الحركه دي خالص والله. لو ايه، انا ما بحبش الحركه لان هي شفايف طبيعيه حلوه. ايوه بس انت ما بتحبيش الحركه دي، بس البنات هو لازم ساعات مضطره اكبر الشفايف. في بنات كمان الشفايف عندها بيبقى حجمها لازم ان احنا نديها سنه كونتور من فوق بحيث ان تبقى لايقه مع حجم وشها. بس هم بقى مش بيعملوا كونتور، هم بيجيبوا بالروج ويبهدلوا الدنيا يعني. فانا مش لائق يعني. طيب دلوقتي لو في عروسه زفاف تمام، وانت شايفه ان وشها مش محتاج ميك اب كتير يعني هو حاجات بسيطه، وهي مصممه ان هي تعمل تحط كل حاجه في وشها، انت ما بتقولهاش مثلا لا انا شايفه ان لو انت حطيتي حاجات بسيطه ده هيبقى احسن؟ هو طبيعي هنحط كل حاجه برده، بس ممكن شكل اللوك بس هو اللي بيختلف. رسمه العين تكون بسيطه، مش لازما مثلا رسمه ايلاينر حاده، رموش تقيله، يعني نحط حاجات بسيطه برده وهنحط لها كل حاجه مفيش مشكله. طب احنا معانا صور ليكي عايزين نشوفها. ده قبل وبعد صح؟ دي صاحبتي. ده كان زفاف. لا دي خطوبه. خطوبه مش فستان ابيض تقريبا، بيبي بلو هو سيلفر. طيب دي مثلا الميك اب ده ميك اب ايه؟ هل ده ميك اب سواري؟ سواري صح. واللي قبل كده كله كان ده خطوبه برده. بس ما شاء الله في يعني بصي قبل وبعد اختلاف كبير. خدت بالي كمان ان انا بنسى اصور قبل وبعد في كل مره يعني. خدت بالي كمان ان الفرق بين اول لوك وتاني لوك ان انت مثلا هنا مكتره الايلاينر شويه، هناك عاملاه بسيط شويه في البنت بتاعت ايوه هنا. كل رسمه عين ولها رسمه حسب طبعا الوش صح؟ اكيد طبعا. طب انت خدت كورسات في مجال الميك اب؟ طبعا خدت قبل ما اشتغل على طول. انا كنت واخده الكورس، انا الصراحه ما استفدتش منه خالص، بس انا كنت واخداه عشان الشهاده بس مش اكتر. وطبعا يعني يديني حافز ان انا اشتغل في المجال ده. طبعا واخداه هوايه بس لابد بقى يعني. مين بقى اللي شجعك بقى في مامتي؟ طبعا مامتي بدا ان هو يبقى معاكي على طول يقول لك لا انت شاطره لا كملي في المجال. هي مامتي في الاول كانت عاوزاني اخد كورس باترون وفاشون الكلام ده، بس انا بصراحه ما نفعتش في الموضوع ده خالص. فاتجهت بقى لهوايتي اللي انا بحبها يعني وكده، فاخدت كورس الميك اب والحمد لله يعني بقيت اهو ميك اب ارتست الحمد لله. الحمد لله. بس طبعا اصحابي كانوا بيشجعوني جدا، واخواتي وبابا اهلي يعني. الحمد لله ما شفتش اي احباط في الموضوع ده الحمد لله يعني. ممكن عشان اكون كنت متميزه فيه شويه يعني، ودايما احب الميك اب الهادي والرقيق الكلام ده. في ادوات بتساعد البنات اللي لسه مبتدئين ما بيعرفوش يفرقوا بين الفرش وبعضها ان هي تحط ميك اب بطريقه اسهل واسرع؟ مش فاهمه السؤال. يعني لو بنوته لسه مبتدئه وما تعرفش بقى فرشه الحواجب من فرشه الدمج من فرشه الفونديشن، سهل عليهم موضوع الفرش يعني. بصي هو بالنسبه للحواجب ففرشتها معروفه جدا تقريبا كلنا بنستخدمها يعني. بالنسبه بقى للفوق العين فليها فرش كتير قوي. اسهل طريقه فعلا ان احنا نستخدم صباعنا ونحط بقى ندمج بفرشه الدمج بس. ده اسهل حاجه ان احنا نطبطب بصباعنا لو واحده بنوته لسه مبتدئه. بالظبط كده. في بنات لما بتيجي تشتري اللي هو كريم الاساس بتجربه على ايديها، الطريقه دي بتبقى صح ولا غلط؟ لا المفروض لو هنجرب عشان نجيب نفس الدرجة. لون البشره فاحنا نجرب على ايدينا من جوه او على رقبتنا من هنا بس بيطلع نفس لون البشره بالظبط. اصل بشوف ناس كتير بيعملوها كده. لا على الايد من هنا مش هيطلع، لان اصلا طبيعي ان الايد بتبقى مختلفه عن لون بشرتنا. فاحنا هنستخدم على الرقبه الاول، نجرب على الرقبه او على الايد من جوه بس. طيب دلوقتي انت بتشوفي بنات كتير قوي بتنام بالميك اب. بتايه؟ بتنام بالميك اب حقيقه فعلا. يعني صح. انا في ناس تيجي عامله مثلا لوك او فرح وعندها مشوار مهم الصبح فتضطر ان هي تنام. لا ده بتنام. ايه اضراره؟ طبعا ليه اضرار كتير. ايه اضراره بقى؟ بنقفل طبعا مسامات البشره والفاونديشن بيدخل جوه بشرتنا وده غلط جدا، بيسد مسام البشره وده اللي بيسبب جفاف البشره برده وبيطلع حبوب في البشره، فليه اضرار كتير قوي. ده ما ينفعش يعني. لازم نمسح الميك اب قبل ما ننام، ده شيء اساسي. طبعا كل بنت يا جماعه لازم وهي راجعه من خطوبه من فرح من اي خروجه وهي حاطه ميك اب، حتى لو ميك اب بسيط لازم تمسحه. دي نصايح ميك اب ارتست هايدي زينهم ليها. انا عايز بقى اسالك حاجه، ايه الفرق بين البشره الدهنيه والبشره الجافه؟ عشان السؤال ده سأل كتير قوي. البشره الدهنيه دي اللي هي
بتعرق كتير في الصيف وفي الشتاء برضو. دي لازم وهي خارجه الصبح صن بلوك برضو، وتغسل وشها باستمرار بالغسول المناسب لبشرتها. البشره الجافه دي لازم نرطبها بقى على طول عكس البشره الدهنيه، لازم نرطبها بمرطب يكون مناسب برضو لبشرتنا. و انهي اسهل ليكي وانت بتعملي ميك اب، الدهنيه ولا البشره العاديه؟ اللي هي الجافه ممكن تبقى سهله شويه، بحيث ان انا لما اكتر في الترطيب يعني في كريم المرطب هتمشي معايا. لكن هل كلهم بيحتاجوا ترطيب؟ طبعا لازم. تمام. ايه احسن انواع الاي شادو، الكريمي ولا البودر؟ انا بحب البودر بصراحه، وسهل كمان في الدمج عن الكريم. طيب دلوقتي تنصحي بايه البنات اللي هم عايزين يخشوا مجال الميك اب؟ هم الاول يتدربوا على نفسهم كتير، ويتدربوا على موديل برضو بس. وطبعا الميك اب لازم يكون اوريجينال عشان يحفزهم برضو للموضوع ده، ما يحبطوش من اول مره مثلا، ان الميك اب العادي ده مش حلو خالص، وكمان ضرر بالبشره يعني. بس والكورسات بقى. طيب كورسات كتير. الوان ايلاينر جديده طالعه ولا هو في ايه؟ الوان الايلاينر. ايلاينر في الوان جديده طالعه ولا كتير. هو الاسود بس؟ لا في الوان كتير في الايلاينر، بس احنا كمصريين يعني او شعب عربي الاسود عندنا بنستخدم بنستخدم الاسود. ليه بقى ليه؟ يعني شايفه ممكن في 2021 يبقى في الوان جديده خالص؟ اكيد احنا كل سنه بنجدد، بس الايلاينر الملون ده شاذ شويه يعني، مش بنحبه احنا يعني، مش محبب بالنسبه لنا. قولي لي بقى، اللينسز طالع طبعا منها يعني اكتر من 50 نوع، وكلنا بنبقى محتارين، كل واحده بتبقى خايفه على عينيها، بتبقى خايفه تجرب نوع مش نافع لها، فانت تنصحي البنات بايه؟ بس ثواني، بس ثواني، عشان هي بتسالك السؤال ده ليه بقى؟ علشان هي كان لسه حصل لها مشكله في عينيها. بالظبط، يعني انا عيني حساسه شويه من اللانسز، بس بستخدم نوع معين. بس عايزاكي تنصحي البنات اللي هم بيحطوا لينسز على طول، واللي لسه بيبداوا يحطوا، يعملوا ايه في عينيهم؟ احنا هنتكلم الاول على الوان اللينسز. اوكي. احنا عندنا الاول اربع انواع الوان بشرات: البشره البيضاء والبرونزيه والسمراء والخمريه. البشره البيضاء دي بيليق عليها كل الوان اللينسز، كل الالوان بتليق على البشره البيضاء، وخصوصا اللون الازرق ده بيزيد جمال البشره البيضاء. البشره البرونزيه ده بيليق عليها اللون الرمادي الجري. تمام. البشره الخمريه بيليق عليها اللون الاخضر. لسه البشره ايه؟ السمراء. السمراء بقى دي بيليق عليها اللون العسلي. تمام. ايه هو ماشي عايز كنت عايزه اسالها، ايه هو الميك اب السموكي؟ ايه صح الميك اب ده؟ بنحط الوان غامقه قوي فوق العين، ده ميك اب عربي اصلا. بنحط الوان غامقه قوي فوق العين، بيبقى اسود او بني او زيتي غامق، اي لون غامق بيتحط فوق العين، وبنرسم العين رسمه حاده. اي لون؟ اي لون غامق، اسود وبني وزيتي. انت عايز تعملي كريمه ميك اب سموكي؟ ايوه. ماشي. يعني عينيكي ضيقه، مش هينفع خالص خالص. طيب هنقوم نعمل شفايف بقى، تكبير الشفايف على الموديل. هي الطريقه بقى اللي احنا عاوزين نصغر بيها الشفايف، لو هنصغر الشفايف فاحنا هنجيب براش زي دي. افتحي بقك، حطه هنا. جبتش المحدد ده؟ دي حركه يعني ولا دي دي بنضم بيها الشفايف من هنا. فبيكون عندنا الشفايف من هنا ومن مساحه اكبر يعني في بتزبط. الشفايف يا جماعه بصوا، دي طريقه تكبير الشفايف. تصغير. عشان تصغير الشفايف. هي شفايفه اصلا. البنات عايزه تكبر. البنات فعلا كلها دلوقتي بتلجا للفيلر والتكبير. سيبي كده، دي هتتعمل بالكونتور بقى. ودي طريقه انا مش بحبها بصراحه. مش بتحبي طريقه التكبير بالكونتور؟ لا هي المفروض بتتعمل بالكونتور، بس انا مش بحب اكبر الشفايف. انا للاسف مش معايا دلوقتي كونتور. فاحنا هنرسم الشفايف زي ما هي، لان هي ما شاء الله شفايفها كويسه، مش محتاجه انها تتصغر او تتكبر. انما لو عايزين نكبرها بنرسم الاول بالكونتور، بنحدد وبعد كده بنملاها بالروج. هنحدد الشفايف كلها الاول بالكونتور. انا طلعت بره الشفايف. طب انت ايه رايك في فكره الراجل اللي بيحط ميك اب على نفسه عشان يعلم الناس؟ بالظبط، سؤال مهم برضه. بجد عجبك؟ منتشرين الايام دي. ردي بقى على السؤال. ايه؟ اولا حاجه حرام. بس هو بيعملها من باب ان هو بيعلم الناس بنات ازاي تحط ميك اب. لا، اذا كنا احنا اصلا كبنات ساعات كتير قوي بنخرج من غير ميك اب اصلا، وبنكون في يعني في اهم المناسبات برضو ساعات والله بنروح من غير ميك اب. ما يجيش هو. قليله اللي بتعمل كده. لا بس لا، ما بلاش ارد على السؤال ده، هو بس هو حرام يعني. لا غلط. مع ان في رجاله كتير ميك اب ارتست ومعروفين وليهم اساميهم.
لما يكون راجل وميك اب ارتست عكس ما يكون راجل وبيحط ميك اب على نفسه، يفرق كتير طبعا. بالظبط، هو دلوقتي الشائع ان بيبقى ميك اب ارتست وبيعمل اللوك عليه. لا بس هو غلط يعني. انا تفضلي. قلت لك مش هرد على السؤال. لا لا، سؤال فعلا صعب يعني، وبعدين اجابته طويله قوي. طيب كنت عايزة اسألك ايه اسهل طريقة ان الواحد يحط مسكرة من غير بقى ما يبوظ عينيه والكلام ده؟ المفروض هنمسك الاول جفن عينينا المتحرك اللي فوق بصابعنا برضو، نرفعه لفوق وبعدين نرجع نحط المسكرة ونستنى بس عليها دقيقة لحد ما تنشف. هي بتنشف بسرعة وكده، مش هتحط فوق يعني، مش هتحط على جفن العين. عايزة اسألك واقولك، في بنات بيبقى وشهم مثلا في هالات سودة او نمش او تذبغات، بتبقى في حاجات كتيرة في الوجوه اللي انت بتقابليها، ازاي بتخفي الحاجات دي؟ دي بتبقى بالكوريكتور والاورنج. أوكي. وبنداري بقى الكوريكتور ده بالكونسيلر العادي او بالفاونديشن. تمام. طب لو عايزة طريقة معينة لما اجي احط كريم الاساس ما يبينش التجاعيد ولا الترهلات في الوش؟ دي احنا بنحطه عادي بالبراش، بس الفكرة بقى التركية هنا في الباودر، في اللوز باودر. المفروض البشرة اللي يكون فيها تجاعيد كتير بنستخدم لها اللوز باودر اللي هي السايبة، بنعملها بالسبونج برضو بس. طيب انا عايز اسألك اخر سؤال، نفسك يحصل لك ايه في 2021؟ يعني ايه اللي انت بتطمحيه؟ بتتمني ايه؟ بتتمني ان هو يحصل؟ اتمنى طبعا ان انا اكبر في شغلي واكون مميزة فيه طبعا. بس هو شغلي بالنسبه لي ده اهم حاجه في حياتي يعني. طيب عايزك توجهي رساله للناس اللي كانت دايما بتدعمك وبتشجعك في مجال الميك اب. طبعا بقول لهم ربنا يخليكم ليا ودايما في ظهري بس، ودايما مطمنه عليكم واشوفكم في احسن حال يا رب ان شاء الله. بس ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. تنورتينا النهارده، خليكي سعيده ان انا كنت معاكم النهارده واستفدنا منك بنصايح كتير جدا، صح يا كريمه؟ انا اكيد طبعا، انت نورتينا. ربنا يخليكي دمورك بجد، احنا بنشكرك جدا وبنتمنى لك التوفيق، ورب سنه 2021 تكون سنه سعيده عليك يا رب. ان شاء الله علينا كلنا ان شاء الله. بنشكركم ويا رب تكونوا استفدتوا من هايدي زينهم خبيره التجميل، قالت نصايح كتير جدا عن البشره، يا ريت كل البنات بجد يعني تتعلم وتستفاد من اللي هي قالته. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل مع خبيرة التجميل فضيلة. ازيك يا استاذة فضيلة؟ الحمد لله تمام بخير الحمد لله. العظمة اللي انت عاملها لنا النهارده، ربنا يخليك والله. تسلم، شكرا. حلو قوي ما شاء الله، لوك مختلف تماما. عاملة ايه؟ الحمد لله. ده لوك زفاف ولا لوك خطوبة؟ لا يعني يمشي الزفاف اكتر عشان في جليتر بقى او عشان في الوان الوان اللي هي جريئة شوية. ازيك يا فضيلة عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. كنت حابة اسألك ايه انواع الميك اب او ايه الميك اب اللي يليق على البشرة البيضاء؟ البشرة، بصي كل بشرة ليها درجة فاونديشن معين. طبعا اي ميك اب ارتست بيبقى عندها جميع الدرجات، ولو ما عندهاش في حاجات بقى ميكسينج، تفتح تغمق. المهم ان انت قبل ما تدربي الفاونديشن على وش الكلاينت او موديل اي حاجه، بيبقى يعني بتشوفي الدرجات على وشها الاول، الدرجه اللي هتلاقيها مناسبه مع وشها تمام. افتح بتغير، اغمق بتخلي طبعا وش يعني الوش مش كويس. طب والالوان اللي فوق العين؟ الالوان دي بتبقى على حسب برضو الذوق، يعني كل حد بيشتغل بيبقى ليه ذوق او تكنيك معين في الشغل. يعني كل الالوانات بتليق على البشره البيضاء في الاي شادو؟ عامه لو البشره بيضاء اي لون متاح لي استخدمه عادي. طب لو روج على البشره اللي هي القمحويه او اللي هي السمراء شويه؟ بيبقى الدرجات بقى اللي هي الكشميرات بجميع انواع درجاتها. الالوان النود كلها اللي طالعه موضه تمام بكل درجاتها، بنيات برضو كل درجاتها بتبقى تمام كويسه يعني. طيب وبالنسبه لللوك اللي هو بيبقى نو ميك اب اللي انا اقدر انزل بيه الصبح لو رايحه مثلا الجامعه، ايه ورايا مشوار، اللي هو النو ميك اب؟ ميك اب تمام. اللوك دوت بيبقى يعني بتحطي الحاجات اليوميه اللي هي العاديه. تمام. بقى كريم كده مرطب بسيط،
هل بقدر استغنى عن حاجه من الميك اب بتاعي؟ يعني بقدر استغنى عن حاجه من الميك اب في اللوك النو ميك اب النهاري غير اللوك اللي هو مثلا ميك اب كامل؟ اه طبعا بستغنى عن حاجات كتير جدا. بتبقى يعني حاجات ممكن معينه، ما احطش اي لاينر عادي، شادو بسيط كده، او ممكن العكس ما احطش شادو كونتور. خالص احط اي لاينر بس. اقدر ان انا احدد ملامح وشي بدون كونتور؟ لو الوش ملامحه بارزه الكونتور ملوش لازمه. تمام. طب انت الكونتور بيبقى ليه حاجات معينه، تصغير مناخير، عمايل خدود او تصغيرها، وانت حضرتك تصغير قوره، شايفه انهي كونتور احسن، الكريمي ولا الباودر، وايه الاختلاف ما بينهم؟ ده حاجه وده حاجه. اه الكريمي بيبقى يعني الفينش بتاعه الطف شويه في الشغل، يعني انا بفضل الكريمي افضل اكتر في الشغل. بيبقى سهل في الدمج مع الفاونديشن والكونسيلر والحاجات اللي بتتحط معاه، لكن الباودر لازم تخلص فينش كامل وبعدين تبتدي بقى تحدد بعد اللوس باودر بيتحط. طب انت عارفه طبعا ان الميك اب لما بيتحط كتير بيشقق في الوش، ازاي نتفادى الموضوع ده؟ يعني بنتفادى الموضوع دوت، اول حاجه لازم الوش يكون معمول له ماسكات يعني كويسه، وسكراب بقى طبعا البرايمر من اساسيات الميك اب. السكراب ده اللي هو بيبقى يعني ماده كده خشنه شويه زي السكر مثلا، يعني مثلا ده مثال. ببتدي بقى اصنفر بيه الوش تمام بس كده، وبغسل وشي بميه فتره عادي، ولا ساقعه ولا سخنه بس كده. طيب. ببتدي بقى ارطب برايمر وبحط برضو كريم مرطب وبس كده. طيب هنقوم نكمل بقى العظمه اللي انت عاملها لنا على الموديل. اوكي ماشي. وانت معانا صور يا جماعه؟ ممكن نعرض الصور دلوقتي؟ اوكي اشتغل انا ابدا عادي. اوكي اشتغل. بس وانت بتشتغل قولي لنا الاول عملت ايه من البدايه، من الاول خالص، من اول خالص عملت ايه؟ عامه وانا بشتغل يعني انا بحب ابدا بالحواجب الاول، تمام، بحس ان انا احددها وارسم براحتي خالص وانضفها وتبقى كويسه، وبعد كده بدخل على العين. بعد كده بقى ابتدي ادخل على الفيس طبعا بالكونسيلر بقى الحاجات اللي هي. طب معلش هو في سؤال بس، يعني انا من ساعه ما شفت الموديل عايز اساله، انت ازاي دمجتي الالوان دي كلها فوق العين؟ يعني دمجتيها ازاي مع بعض؟ بتتحط طبقه 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 بمراحل يعني فوق بعض وبتدمجي صح؟ مراحل مراحل لحد ما بتوصل لللوك اللي انت خلاص محضره او عايز تعمله. بالنسبه للحواجب انت بتفضلي انهي، الشادو ولا الحواجب؟ ممكن تعملي ميكسينج، تحطي جيل الاول وبعدين تحطي ايه اللي هو الباودر بسيط كده على الهواء عشان ما يكلكعش. طب ولون البشره؟ لون البشره هل انا ينفع احط مثلا بني فاتح على البشره بيضة بس، ولا ينفع على البشره قمحويه احط نفس الدرجه؟ لا ملهوش يعني ملهاش علاقة ملهاش لا لا ملهوش علاقه. احنا هنبتدي بقى نكمل اللي احنا كنا تمام. شكرا على مالك. مش مشكله مش مشكله. ايه رايك يا كريمه في الميك اب؟ الميك اب تحفه، جميل ما شاء الله. بس انا كنت يعني عايزه اسالك سؤال. لسه الاساسيات لسه هنكمل بقى. بس انا كنت عايزه اسالك سؤال، ازاي احدد رسمه الايلاينر المناسبه للموديل؟ على حسب رسمه عينيها، يعني العيون دي يعني هنا الموديل عندنا من انواع، يعني الموديل صغير جسمها بارز شويه وعينيها تحسيها يعني فاهمه اللي هي واخده بوش شويه كده لقدام تمام. بس انا مش هينفع اعمل ايلاينر مع اللوك الجليتر اوفر ده. طيب احنا اتكلمنا عن الماسكات، انا كنت عايز اسال ايه البديل عن الماسكات الطبيعيه بس ما يكونش فيها حاجات كيميائيه؟ عايز اقول لك الماسكات الطبيعيه اصلا احسن من اي ماسك. انت بتفضليها؟ يعني شخصيا انا بتكلم عن نفسي. طب لو بنات مش بتحب الماسكات الطبيعيه بنبتدي بقى نلجا للماسكات اللي هي يعني مايله للبراندات شويه تمام. بتكوني طبعا اسماء معروفه وحاجات معروفه بحيث ان انا يبقى متاح ليا تبقى مضمونه ابقى ضامنه اللي هيحصل، يعني ما بقاش لسه بجرب في نفسي حاجه فاهماني. طيب دلوقتي انت طبعا عارفه ان البنات كلها دلوقتي ما بتنزلش غير وهي حاطه ميك اب تمام، والميك اب كل يوم بيتعمل بقى اللي هو اللوك النهاري اللي لسه سالاني عليه اللي هو النو ميك اب. ميك اب ايوه، بس كل يوم بيحطوا ميك اب، يعني هما كل يوم بيحطوا ميك اب فطبيعي بيأذوا بشرتهم صح؟ طيب. كده احنا بقى نعمل ايه بقى عشان ما يأذوش البشره؟
لازم طبعا ترطيب يومي للبشرة عشان ما تشققش، عشان ما يبقاش فيها خطوط. نقلل شوية من ظهور التجاعيد. تمام. في ماسكات طبيعية انت بتستخدمها شخصيا تحب تقوليها للناس برضو؟ يعني في ماسك عسل وفي قهوة وفي زبادي. بصي هو المعروف قوي اللي هو الماسك القهوة والعسل. تمام. في سكراب بقى بيتحط عليه زيت سمسم وسكر، ده سكراب كده بيتعمل، ده بيعمل ايه للبشرة؟ عامة زيت السمسم مفيد قوي اصلا للبشرة. حتى لو اتحط لوحده بدون اي اضافات بيرطب البشرة كويس. يعني حلو جدا. بعد كده بقى بتحطي بقى عادي، يعني بتعمليه عادي وبعد كده بترطبي بقى بشرتك كويس جدا. اللي هو الزيت بتاع البيبي ده. ايوه تمام. لطيف قوي على البشره جدا، تحطي وتنامي. او مثلا لو عندك زيت ورد، ميه ورد برضو بقطنه قبل النوم بتبقى حلوه قوي. قبل ما اعمل الحاجه يعني قبل ما اعمل اي حاجه. كلمينا كده انت بتعملي ايه دلوقتي؟ بصي انا كده المفروض حاطه الفاونديشن. اوكي. تمام. والكونسيلر طبعا تحت عينيها، فبثبت اللي انا عملته. لازم اثبت اللي انا عملته. لازم التثبيت. طب لو ما ثبتناش بروس باودر لازم. لا لازم اثبت، يعني دي خطوه اساسيه في اللوك اللي انت ليه بقى هقول لك ليه. عشان خاطر لما باجي احط الفاونديشن بعد شويه، طبعا اللي هيجي لي رايح فرح هيقعد ساعه اكيد بتبقى مناسبه، الفاونديشن بيتحرك او بيغير بيسيح. لونه بيأكسد بيتبهدل. هو ده لوك عروسه صح كده؟ ده كده احنا حاطين كل حاجه كده. يعني كده احنا فول ميك اب. طب انا عايز اعرف انت بدات ازاي اصلا، دخلت ازاي مجال الميك اب؟ بص والله انا دخلت مجال الميك اب، انا اصلا من زمان بحب الميك اب جدا جدا يعني، ومتابعه بقى الانواع زي اي بنت عادي. بس كده. ودخلت بقى المجال دوت طبعا والدتي طبعا، يعني والدتك هي اللي بشكرها جدا. طبعا هي اللي شجعتك. شجعتني. يعني انا كنت شوية متوتره شويه يعني مش كده. تمام. بس مش باين خالص انك خجوله خالص. ما شاء الله عليك. بقالي كذا سنه شغاله. خدتي كورسات قبل ما تبداي؟ طبعا واخده كورسات. طبعا واخده مع استاذ محمد الصغير واستاذ محمود رشاد، وكانت حاضره الايفنت سوسن بدر. تمام. طب احنا بس عايزين نشكر من برنامج الجريئه الجميله، بيشكر مامة فضيله ان هي شجعتها ان هي تخش مجال الميك اب وتبقى ميك اب ارتست. منوره النهارده. ميرسي، ربنا يخليك، ده من ذوقك والله. فرقت معاكي الكورسات في شغلك؟ طبعا طبعا. يعني بصي لما يكون حد، كلنا ما مش معقول هنبقى عارفين كل الانواع دي وايه اللي بيتحط قبل ايه وايه اللي بيعمل ايه، مستحيل طبعا. فطبعا الكورسز بيدربك، بيحفزك كمان، بيحفزك تتعلمي خطوات جديده، حاجات جديده تعمليها. تمام. بس كده. في بنات كتير بتعاني من عدم ثبات الميك اب على وشها، تنصحيهم بايه او يستخدموا طبعا ايه؟ يعني اهم حاجه في السؤال اللي انت سالتهوني ده استخدام الميك اب الاوريجينال. الميك اب الاوريجينال يفرق جدا طبعا جدا، ملمسه على الوش غير، كل حاجه غير يعتبر. طب لو جات لك مثلا موديل وشها صغير. تمام. وعايزه تبيني الملامح بتاعتها، بتبينيها ازاي؟ بالكونتور برضو بحدد ملامحها، ببتدي ابرز خدودها شويه بحيث ان انا يعني اعمل لها خدود، ولو عندها خلاص. لكن لو هي وشها صغير بلعب بقى في حوار ان انا اكبر عفوا اكبر خدودها شويه. طيب بمناسبه الخدود، احنا دلوقتي عندنا مزعتين الاثنين بخدود، ممكن نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ بس موضوع خدود المزعتين وانا زيهم. تمام. يعني ما شاء الله حالك كلها مزعه. مجموعه الخدود. الخدود بيبقى بتتصغر بالكونتور برضو، بقدر احددها بحيث ان انا ببقى عارفه في الفينش النهائي هيبقى شكل الخدود ايه. بطريقه معينه بقى بالممارسه بالتدريب. والخبره طبعا بالتدريب. لكن مش بيجي كده مره واحده يعني. طيب لو حابه اعمل السحبه اللي هي بتبقى في الوش من هنا كده، اللي هو ينفع تعمليها بكريم برضه. الاساس بس؟ لا مش كونتور، بكريم الاساس. انهي سحبه اللي هي الوش بيبقى التحديد كده؟ لا طبعا اعملها بكريم الاساس. ازاي؟ لازم كونتور. كونتور ده اللي هو بيحدد. بصي الكونتور ده بيتحط فين؟ على العظم، ببرز بيه شكل العظمه. هنا عندي عظم، هنا وبتحط في حتت معينه مش في كله. هنا عندي عظم، هنا في القوره هنا كده، لو واحده قلتها مثلا كبيره قوي صغريها شويه، واحده قلتها صغننه ممكن برضو يعني شويه ما نحطش كونتور اصلا خالص عشان ما تصغرش اكتر. الالوان
طيب احنا عايزين نفنش الالوان ايه؟ الالوان عايز اسال على الالوان الجديده في الميك اب. في موضه للالوان طبعا في الميك اب زي اللبس زي اي حاجه. طيب. فكلمينا شويه عن الالوان. بصي انت عايزه تعرفي ايه عن الالوان؟ عايزه اعرف الالوان اللي طالعه موضه، هل ان انا لازم ابقى حاطه الوان الموضات؟ بصي عامه حاليا دلوقتي بقى كل العرايس بيستخدموا اللي هو الجليتر، جليتر كل انواع الجليتر دلوقتي. تمام. طب معلش، هو الجليتر ده اصلا بيعمل ايه؟ اتفضل. ايه بيعمل ايه الجليتر ده؟ الجليتر دوت بيدي زي ما انت شايف كده. بص اصلا عينيها انا ما عملتش اي حاجه، لا لسه لا عملت لها ماسكارا ولا بيدي اللمعه بتضيي دي اي حاجه. بيخلي الشكل الرونق لطيف جدا طبعا. وهو ده المنتشر اصلا حاليا، يعني حاليا اي ميك اب ارتست بيستخدموا الجليتر ده بصفه دايما. تمام. في بنات بتحط الشادو اللي فوق عينيها نفس درجه اللبس اللي بيبقوا لابسينها، او بتشترط ان هي تعمل اللوك او لون الروج زي لون اللبس. يعني انا بصراحه مع مدرسه مش بقتنع ان انا لازم احط لبسه بينك، لازم احط بينك مش شرط. طب يعني العروسه بتلبس ابيض تحط لها ابيض فوق عينيها؟ واحده مثلا لابسه اورنج احط لها اورنج فوق عينيها؟ لا مش شرط. ممكن ادخل الاورنج ميكسينج مع الوان تانية. لكن ان انا احط اورنج صريح فوق عينيها عشان هي لابسه اورنج، لا مش حلو. معانا صور للاستاذه فضيله الميك اب ارتست. فين الصور يا جماعه؟ ايوه بص الصور قبل وبعد. دي كان ده كان خطوبه ده ولا ايه؟ يعني على الاقل كده. ده كان خطوبه بس يعني عائلي شويه. فهي كانت حابه لوك بسيط. انت هنا عامله اللوك سيمبل قوي. ده لوك كان سيمبل خالص يعني. انت بتحبي، انت من هواه اللوك السيمبل؟ انا عامه ما بحبش الاوفر في الميك اب. اي اوفر في الميك اب لا. السيمبل ممكن العب بقى زي ما انا عايزه براحتي جدا. يعني اعمل اللي انا عايزاه، بس في نفس الوقت برضو اللي يشوفها يبقى ده سيمبل. تمام. يعني ده لوك عروسه مثلا مليان جليتر جليتر جليتر، بس برضو اللي هيشوف الفينش الاخير مش سيمبل. طب هو في لون لينسز معين بيمشي مع كل الوان البشره؟ لا، كل واحده على حسب بشرة، يعني على حسب ما بترتاح او ما متعوده او هي عارفه اكيد اللون ايه اللي هيليق على بشرتها. طيب يا كريمه دلوقتي انت ايه رايك؟ انا كنت عايزه اسالها، هو اللوك تحفه ولسه ما كملش بس هو بادئ يعني واضح هو تحفه. انا كنت عايزه اسالك على الكونسيلر، انت حطيت لها كونسيلر؟ طبعا حطيت الكونسيلر قبل ما اثبت باللوس باودر. الاول طيب بنحط الكوركت لو عندها هالات اوفر او لو عندها غمقان تحت عينيها. هو في طريقه معينه ان احنا نحط بيه الكونسيلر؟ مش طريقه معينه، بس اهم حاجه في الكونسيلر الدمج. الدمج ده شيء مهم جدا 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 جدا. الرموش ليها الرموش ليها درجات وليها مقاسات كتير. وفي بنات كثيره ما بتبقاش عارفه تحدد انهي حجم اللي يليق على عينيها او انهي كثافه معينه. فتنصحيهم بايه او تقولي لهم ازاي يختاروا حاجه مناسبه؟ بصي هو مبدئيا الرموش اللي هي الكثيفه قوي بتبقى عايزه بقى يعني مناسبه مهمه قوي، حاجه قويه. بالظبط كده. راح مثلا فرح عندي مهمه كويسه. عندي مناسبة. يعني مناسبة. ازاي اقدر اختار الرموش اذا كانت هتليق على وشي وعلى عينيا ولا مش هتليق؟ هل يعني ازاي انا كبنت اهو رايحه اشتري لاشز منه، تمام، ازاي اقدر انقي اللاشز دي هتليق على عيني ولا لا؟ حجمها، شكلها، الكثافه بتاعتها. بصي هو يعني مش عارفه انت هتصدقيني ولا لا، ماشي كده. انا اللاشز عامه بختارها للعميل او ليا على حسب السنس. تمام. يعني يعني انا مثلا شفت، مثلا بشوف طبعا العميل قبل ما يعمل، شفت يعني مثلا ضيق ما ينفعش اجيب لاشز كبير صح تقفل عينيها. بالظبط بالظبط. واحده مثلا عينيها واسعه ما شاء الله ومسحوبه ورسمه وكده، ما ينفعش اجيب لها لاشز صغير ولا كاني حاطه اصلا، ملهاش لازمه. طب البنات اللي هي بتحط الميك اب ارتست اللي بيحطوا يعني على ايديهم ميك اب بيجربوه، ده صح ولا غلط؟ يعني ايه معلش؟ يعني بتبقى حاطه الشادو او حاطه الفونديشن هنا؟ يعني انا لما باجي اشتري فونديشن اني منطقه كده يا ياسمين انا بجربه على ايديا من هنا، على الايد من هنا وعلى البشره حاجه تانية خالص. ممكن تجربي بقى في ناس بتقول جربيه على الرقبه.
ممكن الرقبة وممكن على الايد من هنا الإيد. لكن هنا لا، هنا اصلا دي معرضة للشمس بالظبط، تمام؟ فلون هنا غير لون هنا غير لون بقية جسمك اصلا. يعني انت شايفة اي مكان الصح لما اجي اشتري فاونديشن اجرب فيه او رقبتك؟ وممكن تجربي حاجة بسيطة يعني مثلا فاونديشن مثلا هتحطي حاجة مثلا نقطة، تمام؟ وتبتدي مش لازم يبقى معاكي بلندر ولا أطب اي حاجه، اطبطب بايدي عادي بايدك كده، لقيتي الدرجه ماشيه مع وشك يبقى دي الصح، لقيتي الدرجه فتحت وغيرت غلط، غمقت وخلت شكلك مش حلو غلط. طب احنا نقيس يعني السن دقيقه واحده، انت كده لسه لك قد ايه؟ انا كده خلاص يعتبر خلصت. هتحطي الروج بس؟ هحط بس الروج والهايلايتر وخلاص والمسكره عشان نلحق نركب لاشز طبعا. لا احنا ممكن نحط الروج بس بس ماشي يعني طب ماشي مع المسكرة لازم عشان شكل اللوك مش هيبان. ماشي سريعا كده دقيقة بس. اه حاضر. كنت عايزة اسألك على حاجة. اتفضلي. ايه أفضل؟ ينفع اسألك على الأول يا كريمة؟ اتفضلي يا محمد اتفضل. دلوقتي يا كريمة أنت طبعا شايفة اللوك جميل ما شاء الله ما شاء الله. أنت دلوقتي لما بتروحي فرح أو بتروحي مناسبة بتروحي الميك اب ارتست ولا بتعملي ميك اب لنفسك؟ بروح لميك اب ارتست. انت بتعرفيش تحط لنفسك ميك اب اصلا؟ لا بعرف بس اللي هو بسيط بس ما بستغنيش طبعا عن اي ميك اب ارتست بحب اروح لها. وانت ياسمين طبعا لا انا بعمل انا بعمل الميك اب لنفسي ايا كان في مناسبه او في نزول اليوم يعني. بس ما شاء الله الميك اب طلع تحفه. كلميني عن الهايلايتر والوانه. الهايلايتر ليه درجات معينه؟ الهايلايتر ده ما هو الا اضاءه بس ليه كذا درجه في مناطق معينه على حسب برضو يعني. في هايلايتر برونز شويه، في هايلايتر جولد شويه فاتح قوي، في جولد غامق شويه. بصي فوق. طيب يا استاذه فضيله احنا هنضطر نختم لان وقت حلقتنا خلص. طب ايه الروج مش هنحطه؟ يعني ممكن نحطه وانا بختم. تمام اوكي خلاص انا هحط الروج خلاص مسكرة خلاص. طيب ماشي هنحط الروج دلوقتي ويبقى كده ال اللوك بتاعنا بتاع عروسه ده لوك عروسه. آه عايز اقول لكم النهارده اتكلمنا في الحلقه عن الميك اب وعن الجمال وعن الموضه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واتبسطتوا منها، ويا رب تكونوا اتبسطتوا من الميك اب ارتست فضيله. بصراحه عامله مجهود جامد جدا مع الموديل ونورتينا النهارده استاذه فضيله. بجد بنتمنى لك دايما النجاح والتوفيق، وسنه 2021 تكون سنه حظ عليكي باذن الله. مش هيبقى حلو عليكي ان شاء الله باذن الله وعليكي. ميرسي يا محمد انا وانت. ميرسي ليكوا جدا بجد. النهارده كانت اول حلقه في السيزون الخامس، يا رب تكونوا اتبسطتوا بيها ان شاء الله، وتبقى حلقات ان شاء الله. استنوا مننا حاجات حلوه الفتره الجايه، ويا رب البنات يكونوا استفادوا بالنصايح اللي قدمتها لنا الميك اب ارتست سواء في اللوك النهاري او في اللوك الليلي. بنشكركم جدا وان شاء الله الحلقه الجايه تبقى حلقه مميزه جدا، وهنتكلم فيها برضو عن الجمال وعن الصحه، وهنستضيف ناس مميزين جدا معانا. انتظرونا. شكرا يا فضيله، شكرا يا موديل يا جميله. لا انا والله انا اسعد ان انا موجوده معاكم النهارده. اتشرفت بوجودك. شرف لينا. بنشكركم جدا على متابعتكم لينا، ويا رب دايما اشوفكم ناجحين ومتفوقين، وسنه 21 تكون سنه حلوه عليكم. اشوفكم الحلقه الجايه يوم الثلاثاء الساعه 7 برنامج الجريء والجميله.